أخبارنا السريعة بتكمل الآن مع الكويك هيتس. نداء شرارة لأول مرة رح توقف على خشبة مسرح أكثر من دار أوبرا بمصر بثلاث حفلات متتالية. بأربعة نوفمبر رح تكون بأوبرا الإسكندرية، وبخمسة نوفمبر رح تكون بدمنهور، وبستة نوفمبر رح تكون بالقاهرة. أكيد في توتر، بس بذات الوقت في فرح وفي مسؤولية، يعني خصوصاً بأكبر مهرجان بالعالم العربي، مهرجان الموسيقى العربية. نداء كانت ببيروت بتحضر لألبومها الجديد اللي رح يكون منوع بين لبناني مصري وخليجي، والمفاجأة إنه رح يكون عندها كفر أغنية لوردة دندنة. هي احنا اصلا جددناها، وهي الأغنية رح اغنيها كمان في دار الأوبرا. هاي من الأغاني الحلوة والصعبة بنفس الوقت لوردة. يعني أنا غيرك مالي. هالصور هي من كواليس تصوير فيلم نادين لبكي الجديد في منطقة النبعة ببيروت. ونشرت نادين مؤخرا صورة من كواليس الفيلم داخل صالون رجالي شعبي، فالظاهر انه واحد من لوكيشنز التصوير. وقبل 22 أسبوع نشرت نادين على صفحتها على إنستغرام هالصورة وكتبت نهاية نص وبداية مغامرة جديدة، ولكن من خلال هالصورة حللنا أنه الفيلم نهايته سعيدة. فالجملة المكتوبة واللي هي آخر جملة من النص بتقول من خلال رسم ابتسامة صغيرة، وهالابتسامة شفناها على وجه نادين لما نشرت هالصورة، فبعد ما صارت أم استفادت من أغراض البيبي في التصوير. 51 سنة صار عمر شاروخان، واحتفالاً بالمناسبة وصل هاشتاغ هابي بيرثدي شاروخان للمرتبة الثالثة عالمياً، والفانز فتحوا أكاونت على تويتر خاص لهالمناسبة، والمعايدات ما وقفت. فبالإضافة للفانز، مشاهير كتار عايدوه، ومنهم عبد الفتاح الجريني من خلال هالبوست على إنستغرام. فعبد الفتاح التقى بشاروخان أكثر من مرة، خاصة بعد ما قدم النسخة العربية من أغنية فيلمه فان. من الناس غير اتصلوا بيها ام بي سي بوليوود كمان ما نسيت تعايده، وخاصة انه رح يكون نجم شاشتها بشهر نوفمبر ورح تعرض اجمل افلامه، ومنهم فيلم الشهير ديوالي ب 29 نوفمبر اللي حقق نجاح كبير وايرادات وصلت ل 22 مليون دولار باول اسبوع بعد اصداره عام 2015. كبارا نہیں رہے گا اس منی بھائی کے لیے بھی ہم منی بینڈ ڈھونڈ لیں گے. لأول مرة من بعد الأخبار اللي طلعت عن علاقتها ببرنس هاري، الممثلة الأمريكية ميغان ماركل صرحت وقالت أنا أكثر إنسانة محظوظة في العالم، ولكن الظاهر أنه في ناس ما حبها العلاقة تستمر. فأختها ساماثا جرانت قالت برنس هاري رح ينصدم إذا عرف عن التصرف النرجسي والأناني اللي تصرفته الممثلة مع والدها. فحسب تصريحاتها، والدهم توماس ماركل اللي كان من أهم المخرجين في هوليوود أعلن إفلاسه من فترة قصيرة، وميغان ما قدمت أي دعم نوي أو مادي. وهالشي صار من بعد ما طلعت أخبار بتقول إنه برنس هاري عرف حبيبته ميغان على والده الأمير تشارلز. شاركت شهد ياسين حزنها لوفاة والدتها بهالبوست على صفحتها على إنستغرام، وباليوم الثاني نشرت هالدعاء. فبآخر فترة كانوا معظم البوست اللي بتنشرهم على صفحتها هم أدعية لكل مريض، وكانت بتكتب أدعية بتوجهها خصيصا لوالدتها.